وينضم إلينا الآن من عمان محلل أسواق مالية في مجموعة إكوري سيد أحمد عزام. أنا بك سيد أحمد معنا. دعنا نتحدث مع ترقب اجتماع البنك الأوروبي، كيف تقرأ بداية أزمة التضخم الأوروبية وما هي توقعاتك حيال هذا الأمر؟ شكرا للاستضافة. نعم، اجتماع يوم الخميس اجتماع البنك المركزي الأوروبي متوقع فيه تخفيض أسعار الفائدة ل 25.3 أو بمقدار 25.3 والتخفيض الثالث على التوالي بالنسبة لبنك المركزي الأوروبي. قد يكون هناك بعض المسوغات، بعض ما يبرر تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر من البنوك الأخرى هو وصول أرقام التضخم إلى مستهدفات البنك المركزي الأوروبي عندما يقعد ما يقارب 2%، أي الأرقام الحقيقية لحد الآن لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 1.8%. فبالتالي أرقام التضخم هي دافع أساسي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة من ناحية أخرى. النمو الاقتصادي، هناك أرقام تعتبر لحد الآن سلبية بالنسبة لأرقام النمو الاقتصادي الأوروبي، خاصة قائد الاتحاد الأوروبي وهو ألمانيا أرقام سلبية في الربع الأخير، فبالتالي هناك مخاوف من دخول ألمانيا مرحلة الركود. بكل تأكيد أرقام التصنيع أيضا تعتبر سيئة، بالتالي أيضا هناك أرقام العجز المالي بالنسبة لفرنسا التي قد تحتاج تخفيض أسعار الفائدة لمحاولة الدعم بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، خاصة مع حكومة بارني التي قد تنفق ما يقارب 60 مليار يورو في الفترة القادمة. فبالتالي هناك بعض المخاوف لارتفاعات المديونية، عجز مالي أكبر لفرنسا، فبالتالي هناك ما يسوغ تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع يوم الخميس بمقدار 25. جيد، طيب كيف تتأثر البورصة الأوروبية بوول ستريت وكيف تقرأ مستقبل اليورو أمام الدولار؟ قد يكون هناك ضغط سلبي بالنسبة لتداولات اليورو مقابل الدولار الأمريكي، خاصة بأنه قد يكون هناك بعض التباين بين السياسات النقدية أو على الأقل هناك تسارع في تخفيض أسعار الفائدة من ناحية الاتحاد الأوروبي من ناحية البنك المركزي الأوروبي مقارنة بالفدرال الأمريكي. عندما ننظر إلى المعطيات الأخيرة، النمو الاقتصادي بالنسبة للاتحاد الأوروبي يعتبر قريب أو مسطح قراءات قرابة 0%، بينما في من الفدرال الأمريكي من الولايات المتحدة هناك قراءات استثنائية بالنسبة للنمو الاقتصادي يعتبر جيد جدا. فبالتالي على ما أعتقد هناك قد يكون ضغط سلبي بالنسبة لي على اليورو، خاصة لو كان هناك نبرة سلبية أو نبرة حمائمية بعض الشيء بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، خاصة بأن هناك قلة في عدد الصقور في الفترة الأخيرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. فبالتالي قد يكون هناك ضغط سلبي إلى ما يقارب دولار 7 سنت إلى دولار 5 سنت في الفترة القادمة بالنسبة لليورو مقابل الدولار الأمريكي. جيد، بالانتقال إلى أزمة التضخم سيد أحمد، عادة ما يدفع بخفض الفائدة الأمريكية المستثمرين إلى الأسواق الناشئة، طبعا بحثا ربما يعني عن العوائد المرتفعة التي توفرها الأصول مقارنة بالدول المتقدمة، كيف تقرأ مستقبل هذه الأسواق برأيك؟ قد يكون عليه التوجهات إلى الأسواق الناشئة مع تخفيض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى. الاستثمارات تنتقل من السندات الأسواق الكبرى إلى سندات الدول الناشئة، لكن هناك بعض المخاوف عندما ننظر إلى التنظيمات، حالة الائتمان بالنسبة للأسواق الناشئة، حالة التضخم مقارنة بأسعار الفوائد، أيضا هناك مخاوف من أن لا يكون هناك سداد من ناحية السندات من ناحية العوائد. فبالتالي الانتقال قد يكون هناك انتقال بتحفظ، لكن الانتقال يثمن بحجمه الأكبر علي هنا عندما يتم الوصول بدورة التسهيل الكمي بشكل كامل للاقتصادات الكبرى، ثم توجه تلك الاستثمارات وانتقالها من الاقتصادات الكبرى إلى الاقتصادات الأسواق الناشئة. عندما نتحدث على الأسواق الناشئة، الهند قد تكون هي وجهة استثمارية بالنسبة للأموال الاستثمارية من الاقتصادات الكبرى، كذلك على ما أعتقد الصين قد تكون وجهة استثمارية في الفترة القادمة. جيد، بالتوجه إلى الصين، شهدت السوق الصينية ارتفاعا كبيرا في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أن التقلبات الأخيرة تثير بعض التساؤلات، هل هذا الوقت المناسب للاستثمار برأيك؟ نعم لكن قد نحتاج بعض التأكيدات بالنسبة للحكومة الصينية جراء خدمة التحفيز في الفترة القادمة. قد أقر الاقتصاد الصيني، الحكومة الصينية جرعة تحفيز أو
كمية تحفيز قوية جدا بالنسبة للاقتصاد الصيني، خاصة في قطاع العقارات المتهالك بالنسبة للصين. عندما ننظر إلى تلك الحزمة، هي حزمة تعتبر جيدة جدا، دافعة اقتصاديا بالنسبة للاقتصاد الصيني، لكن قد نحتاج بعض التأكيدات إلى التوجيهات المستقبلية القادمة التي قد خلت منها في الاجتماع الأخير الحزب. وعندما أقر تلك الحزمة لم يشير بشكل كامل إلى الدفعة المستقبلية، وهو ما قد يحتاج المستثمرين. المستثمرين هنا عندما يعودون إلى الاقتصاد الصيني الاستثمار في الأوراق المالية الصينية قد يحتاجون إشارات على المدى الطويل، هو ما قد افتقره الإشارات الأخيرة. لكن طيب، مع تخفيض أسعار الفائدة مع الحزمة التحفيزية على ما أعتقد طيب قد يكون في ظل كل ما يجري الصين. هل هناك استثمار آمن اليوم تنصح به الأفراد سيد أحمد؟ يمكن الاستثمار بشكل آمن هو المحفظة التقليدية بين الأسهم والسندات. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الفترة القادمة مع التخفيضات أسعار الفائدة في الفترة القادمة، قد يكون هناك تقلبات في الاستثمار بالسندات، التقلب والانتقال إلى أسواق الأسهم. كما ذكرنا أسواق الأسهم الناشئة قد تحتاج إلى حصة، لكن الملاذات الآمنة في الفترة القادمة خاصة في ظل ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية قد تكون هي الأفضل في الفترة القادمة. فبالتالي على ما أعتقد التقسيم الأفضل جراء الأوضاع الحالية مع تخفيض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية هي تقسيم المحفظة الاستثمارية بين الذهب وبعض الأدوات الآمنة من أصول الدخل الثابت مثل السندات، وأقصد هنا طبعا السندات ذو التصنيف الائتماني المرتفع، كما أن هناك قد يكون هناك حصة أيضا للأسهم الدفاعية في الفترة القادمة. جيد، طب أنتقل معك إلى أزمة قديمة لربما تتجدد، وهي أزمة الديون العالمية. البنك الدولي صرح بأن ديون أفقر 26 دولة هي اليوم عند أعلى مستوى منذ عام 2006. كيف تقرأ ذلك يعني، وما هو الحل برأيك في الوقت الراهن؟ أعتقد الحلول قد يتم إرجاء في الفترة الحالية علي. عندما ننظر إلى أسعار الفوائد قد لا تعود أسعار الفوائد إلى ما كانت عليه سابقا، فبالتالي الديون قد ترتفع بشكل كامل وبشكل مستمر جراء عوائد أو جراء الفوائد المرتفعة. عندما يكون الإقراض مرتفع فبالتالي المديونية مرتفعة، يعني حتى لو نظرنا ليس فقط إلى أكبر الدول، يعني نظرنا إلى أكبر اقتصادات الدول، الولايات المتحدة الأمريكية تقرير قد ذكر بأنه حتى لو كان ترامب أو كاميلا هاريس في الفترة القادمة، مع أن دونالد ترامب بكل تأكيد سوف يرفع المديونية بشكل أكبر، هناك ما يقارب من 3 إلى 6 تريليون دولار إضافة على المديونية. فبالتالي ليس فقط أكبر الدول تعاني في الفترة الحالية، بل هي أقواها. وقد ذكرت قبل قليل مثال على فرنسا تمر في عجز مالي. فعلى ما أعتقد الاعتماد الداخلي، الاستثمارات الداخلية في الفترة القادمة قد يكون هي الأقل حدة بالنسبة لارتفاع المديونية في الفترة القادمة. جيد، أنتقل معك إلى أسواق الطاقة العالمية. النفط يتراجع اليوم، كيف تؤثر توترات منطقة الشرق الأوسط، وتحدث عن التوترات الجيوسياسية بداية على قطاع الخام، يعني ما هو مستقبل الطلب عليه في الوقت الراهن؟ قد يكون عليه تقلبات السعرية الفترة الحالية تقلبات كبيرة جدا، ارتفاع مخاطر التوترات الجيوسياسية ثم انخفاضها في الفترة القادمة وهي تأثيرها الحالي عندما انخفضت أسعار النفط في جلسة اليوم وجلسة الأمس، هي جراء مخاطر التوترات الجيوسياسية وقياس حدتها على المنشآت النفطية. بكل تأكيد علي عندما ننظر إلى الأوضاع بشكل كامل، أعتقد قد نحتاج إشارة واحدة ليس فقط زوال التوترات الجيوسياسية، لا بل عودة الاقتصاد الصيني وإشارات بشكل كبير، لأن الصين هو الأكبر استهلاكا بالنسبة للنفط الخام، فبالتالي عودة الاقتصاد الصيني للدوران قد يعيد إعادة الطلب العالمي بالنسبة للنفط الخام. لن يكون هناك عودة بالنسبة للصين إلا مع جراء تحفيزات كما ذكرنا قبل قليل، فبالتالي عودة الصين بأرقام جيدة أعتقد بأنها قد تكون دافع قوي بالنسبة للنفط. أمر هنا إلى إمكانية التوجيهات المستقبلية في الفترة القادمة بالنسبة للنفط، قد نرى انخفاضات لـ WTI خام غرب تكساس بالنسبة للفترة القادمة إلى مستويات 67-65 دولار، ثم على ما أعتقد قد يكون هناك عودة لتسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة بالنسبة للنفط، عودة لارتفاعات أقصد هنا إلى مستويات 80-85 دولار لخام غرب تكساس. طيب، فيما يتعلق بالذهب وبعد الارتفاعات الأخيرة، وفيما يتعلق أيضا بانخفاض هذا الشيء وسط تقييم السوق لمسار أسعار الفائدة، كيف يتأثر الذهب بداية بالتوترات الجيوسياسية اليوم في المنطقة، وكيف تقرأ أيضا مستقبل المعدن الأصفر؟ أعتقد علي عندما ننظر إلى المدى الطويل بالنسبة للذهب،
أسوأ السيناريوهات أو أفضل السيناريوهات بالنسبة للاقتصادات العالمية قد تكون هي دافع إيجابي بالنسبة لتداولات الذهب. عندما ننظر إلى العام الحالي أداء استثنائي، أداء قوي جدا، عوائد مرتفعة جدا بالنسبة للذهب. لذلك أمر هنا إلى المدى الطويل، إلى مدى عام 2025 بالنسبة لدولات الذهب. لو أخذنا سيناريو التوترات الجيوسياسية فهي دافع بكل تأكيد للذهب كملاذ آمن. عندما ننظر إلى تخفيض أسعار الفوائد بالنسبة للاقتصادات الكبرى فبكل تأكيد الاستثمارات تتجه من الكاش أو تتجه من الودائع المالية إلى شراءات الذهب، شراءات الاستثمارية. كذلك قد يكون مستفيد كبير بالنسبة للذهب. لو مرينا إلى أسوأ السيناريوهات الاقتصادية بعد تخفيض أسعار الفوائد، عودة ارتفاعات أرقام التضخم، فبالتالي الذهب هو غطاء التضخم للمستثمرين. فبالتالي على ما أعتقد عام 2025 قد يكون هو توجهات بالنسبة للذهب لتسجيل المزيد من الارتفاعات. قد نشهد مستويات $3,000 في عام 2025 للأونص. جيد، طب أختم معك من عالم التشفير. تنتعش اليوم العملات الرقمية وحتى تجاوزت البيتكوين $63,000 في الوقت الراهن. كيف تقرأ مستقبل العملات المشفرة؟ وهل ربما السؤال الأبرز اليوم، هل سيأتي وقت تعد كملاذ آمن اليوم العملات الرقمية؟ كملاذ آمن عليه قد نحتاج تشريعات تنظيمات بشكل كبير جدا بالنسبة للدول، مع أنه اللهجة بالنسبة لتقبل العملات الرقمية في الفترة الأخيرة بالنسبة للاقتصادات الكبرى بات أوضح مقارنة بالفترة الأخيرة. لذلك قد يكون هناك توجهات مستقبلية في الفترة القادمة لتشريعات أكبر بالنسبة للعملات الرقمية، لكن كملاذ آمن أعتقد قد يحتاج الوقت الطويل للعملات الرقمية لإمكانية وصولها كملاذات آمنة أو الاعتراف فيها، خاصة هنا علي التقلبات السعرية، ليس فقط التنظيمات بل التقلبات السعرية. عندما يبحث المستثمر على أداة أو أصل مالي كملاذ آمن قد يحتاج إلى أدوات مالية فيها التقلبات محسوبة، التقلبات صغيرة جدا. العملات الرقمية تقلباتها مرتفعة جدا وبشكل كبير جدا قياسا بتلك الأصول. لكن كمستقبل العملات الرقمية نعم أميل إلى أن يكون هناك توجهات سعرية إيجابية في الفترة القادمة، خاصة بعد البيتكوين هالفينج وجدنا أن إمكانية أن نجد إمكانية ارتفاعات بالنسبة للعملات الرقمية في الفترة القادمة قد يكون وارد جدا. أعتقد هنا علي بأنه عام 2025 إلى عام 2026 قد نشهد مستويات 100,000 وأعلى مستويات 100,000 بالنسبة للبيتكوين في الفترة 25-26 بمشيئة الله. جيد، إذن كان معنا من عمان محلل الأسواق المالية في مجموعة إكوري السيد أحمد عزام، شكرا جزيلا لك.